وقف عمي وقف. صدق كذي يا عمي؟ ها عمي غيره يا حاوي، اكو واحد فين بقايا يا عمي؟ عمو انت شنو تحاسبني اخو ما تحاسبني؟ ايش عليك؟ عم من حقي حاسبك، هو الشارع ملكي لو ملكك، ملك الجميع ترى، ما يصير يا حبيبي. قبل يومين رجعنا من الزيارة، يا خالد لازم واحد ياخذ اخلاق اهل البيت يتحلى بيهم، ما يصير يا عيون انت. وجاب الله اهل البيت بزبت الزبالة هنا؟ شلون ايش دخلهم اهل البيت؟ ها هو النبي يقول تنظف فن الاسلام نظيفة. اها رحم الله والديك، شوف باو باو، هو هذا عقلك؟ هو نظافة بس بالملابس؟ شتى جبت الزبالة ذبيت انا ما فكرت؟ اجي واحد الوطن مات، من هو الوطن؟ مالتك مالتي، شارع مالتك مالتي يا عزيزي. عم شو عليك علي من صيحته؟ وصيح طبعا صيح عليك. تش عليك انت ابو حاوية تشني؟ هم رجعوا يا هاي السالفة يا اخي، ما يصير ما يصير الذفن بالقاع، هن حاوية خالي لك، اجيب وصخك اذفن بالحاوية. هسا ذبيت انا وصف الحاوية. يجي غيرك هم ذبام صف الحاوية ونفس الشيء يرجع. نفس الشيء، كش ما سوينا؟ وش اسوي هسا حجي؟ مثلا لمن شني؟ لمن طبعت لمن. اذا شافك غيرك هم يجي حطهم بالحاوية بعد. شنو حجي؟ روح لمن ارجع. لمن ونام عود. بسم الله ونعم الوكيل. هسه هنا ذن كراتين كذا بالحاوية وذبن يعني ذبن بالقاع ترقع هاي الناس. ايه اخيرا رجعت شغلتي. شو المنطقة الصوصي، لا جاهي لا ولد، اخذ فلوسي اشوف ايش مشتري، بس هذا الباب قبالي. عشقتك الباب، اليوم لو انا لو انت اليوم الا تفليش الباب. اها ها تتا انا اليوم اطلع عليك للصبح اليوم. اه عمي ايش فيك لمستنا اخو؟ ماكو شيء. لمستك؟ شو مسويك عم الباب؟ مزيك؟ يمك هو الباب؟ قعدت العالم كذا قعدته. ايش بيك عمي ايش بيك؟ عمي ايش عليك انت؟ انا اليوم بالي مطبوع هذا الباب، اريد افلشه، اريد اطيحه، انت ايش عليك؟ عمي شلون ايش عليك؟ ما يصير، خاف ربك. هاي الباب لا ملكك ولا ملكي، ملك العام هذا. والله ضحكت لعمي صالح قد ما ضحك. مولاي العام لو خالك. ايش تحاكيك؟ الحمد لله والشكر. ترى انت بجد واقدر احاكيك. اول احترمتني ولا احترمت املاك الدوله، ايش احاكيك بعد؟ عم ما يصير، حرام ترى حرام. ايش بسوي لابوي انا حرام؟ هو غير فلشت ابو على اللحين. غير من ركلاتك ادري ثورتي اديت في لون احمر. بس ما يصير. بس عمان ما منطح هيك. ارخص فوات كله من وراك. ساكله من وراك؟ كله من وراك. عمي اقول لك بشغله. قول. انت تفتر بهاي المنطقه؟ ايه طبعا افتر، غير منطقتي؟ ما طول تفتر بهاي المنطقه. هاي الشمس مدمرتك دمار. حتى الكتف مالتك محترق. والله عارف. جاي علي. والله اللي يستر من هاي الناس، لا يحترم كبير، لا يحترم املاك دوله، واحد يطق الابواب، واحد يذب الزباله، ايش تحاكيهم؟ تعال خلينا نشوف نماذج الله كريم. يا ابو والله دمرنا هاي التراب، يوميا نفه ويرجع، نفه ويرجع. اريد تجيب الكرك، وش اسوي بيه هاي التراب؟ انا امس حمسح يا يابي. دنك حجي دنك. ولك حمش جاك هكو. حجي هم شفت الاشعل الاحمر؟ دنك لا يحط على راسك دنك. ولك يا عمي اشعل بحمر الله لا يطيق ان شاء الله. ولك عبر صاروخ فوقاي شي حجي يا صاروخ، الاشعل بحمر حط على بيت كام تطي له حروب. لقيت حجي لا يطير الاشعل بحمر رقد. ولك عمي يا اشعل بحمر حجي جوا 600 بات واربع فرخات. بويا دمرتني يا اشعل بحمر. حجي الاشعل مالتي جوا فرخات. بس قلوا شلون لونه؟ احمر وابيض. يمي صديق لا حجي لا لا ابيض اسود اخضر. الله لا يطيق ان شاء الله. انت ايش عامل احمر ماتك؟ ايش الحاكي يا العالم؟ يا بدمروني. ولك هاي العالم وين وصلت؟ واحنا وين نرجع؟ واحد يذب الزباله يم الحاويه، واحد يفلش البيبان، واحد جايب لي اشعل بحمر ما ادري ايش جايب لي وشمر حصوا على العالم. ايش الحاكي؟ الله ولحد. والله هاي العالم ما ادري ايش اسوي. الله حرت بهاي العالم. هسه لا ابقى افتر اشوف العجايب. هون البطلان اقول لهم تخلقوا باخلاق الحسين.
دخيلك يا ابو عبد الله، شو تخلقون؟ هو هذا الكتيل، شي الناس تذب زباله بالشارع، شي الناس تدق بيبان، شو تعطي هي؟ وين نريد نوصل احنا وهي هالناس؟ بس يعني نقول الله كريم، بكتك ناس زينه بعدها. يلا عم يلا، امانه لله. اليوم صار عليك شو الصبح؟ وين ابوه؟ ما عندي شغل، لا عمل، ما عندي شغل، لا عمل. اليوم صار عليك اليوم. اليوم. شفت شلون يقربوا؟ حجي يا صاروخ يا صاروخ.